أنهت جامعة القاهرة خدمة 5 من أعضاء هيئة تدريس لديها لانتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية. شمل القرار كل من الدكتور رشاد محمد علي البيومي أستاذ بكلية العلوم، ودكتور باكينام رشاد حسن الشرقاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، ودكتور أحمد محمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة، وأخيرا دكتور عبد الرحمن عمر الشبراوي أستاذ بكلية الصيدلة. يشار إلى أن المذكورين صدر ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، ما ترتب عليه قانونا فقدان شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب العامة.